السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان الحمد لله. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نصايب معكم اليوم واحد العسل ديال سكر سنيده اللي كيجي زوين بزاف وكينفع المعسلات ديال رمضان ان شاء الله، بحال البريوات، الشباكيه، البليغات، مهم كاع المعسلات تاع رمضان. نقول لكم بعدا عواشركم مبروكه والله يدخلهم عليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. هاد العسل هذا راه كيجي زوين بزاف، وبقاو معايا باش نقول لكم المكونات اللي غادي نستعمل في هذا. غادي نقول لكم المقادير ديال هاد العسل هذا. بسم الله، عندي هنا 2 كيلو ديال السكر سنيده كما شفتوا، 2 كيلو ديال البنات، ولترو ديال الماء. وغادي نسمي ان شاء الله العسل ديالنا بهاد المكونات. عندي هنايا حامضه درت وحده كبيره، نتوما الا ما عندكمش الحامض كبير تقدروا ديروا 2 صغار وجوج عويدات ديال القرفه كما شفتوا، وشويه ديال المسيكه، مهم واحد شويه شي حبيبات هكايا ديال المسكه. وهاد النجيمات ديال الباديان، مهم درت انا 4 نجيمات. تقدروا تنسموا العسل ديالكم باي حاجه بغيتوا، تقدروا تزيدوا حتى الزعتر الا كيعجبكم في العسل. المهم انا غادي نسمو بهذا الشيء اللي قلت لكم، وراه كيجي زوين بزاف ودغيا توجدوه صراحه، وكيجي ناجح 100% ان شاء الله. غير جربوه بهذه الطريقه هذه اللي غادي ندير، ان شاء الله غادي يعجبكم وغادي يتصايب معكم. وبقاو معايا باش نقادو ان شاء الله العسل ديالنا. غادي نقدم معكم ان شاء الله العسل ديالنا. الحامض قطعتو دواور كما شفتوا معايا بهذا الشكل هذا، وحيت لي هذيك الزريعه اللي فيها الداخل. وغادي نحتاج الكوكوط، غادي نحط فيها دابا السنيده. بسم الله، صافي. وغادي ندير الماء. بسم الله، وغندير هاد الطريفات تاع الحامض، وندير القرفة. بسم الله، وغندير هاد الباديان. صافي، المسيكة غنخليها حتى لخرى البنات عاد نزيدها. وغنحرك دابا السكر ديالنا، كما شفتو، وغنرد دابا العسل ديالنا باش يطيب ان شاء الله. وهذا هو العسل ديالنا البنات. دابا راه رديت الكوكوط فوق البوطه، والعافيه البنات درتها عاديه، مهمة مجهداش بزاف وما ناقصاش بزاف. وغادي نغطي الكوكوط، ما غاديش ندير الصفاره، غير غادي نغطيها ونخلي العسل ديالنا الطوكان يطيب ان شاء الله على خاطرو. ونرجع مع العسل ديالنا البنات. المهم دابا راه طاب كما شفتو، خليته فوق بالعافيه نص ساعه يا البنات. المهم راه حسبت نص ساعه والعافيه، ما كانتش مجهده وما كانتش ناقصه بزاف. دابا غادي ندير هاد المسكه الحره اللي دقيت مع شويكوك ديال السكر سنيده، واحد شويكوك. بسم الله، صافي. وغنخليه واحد 3 دقائق فوق العافيه، مازال 3 دقائق ولا حتى 4 دقائق كاع. صافي، وغادي نطفي العسل ديالنا ونخليه ان شاء الله حتى يبرد، ونتلاقى معكم في الشكل النهائي. قبل ما يبرد العسل ديالنا البنات، غادي نحيد هاد الشيء اللي درت ليه كامل، الحامض والقرفه والباديان، غادي نصفيهم بحال هكا. صافي، ونحيدهم ونخلي العسل ديالنا حتى كان يبرد ان شاء الله. ونطلقوا العسل ديالنا البنات، شفتوا راه تبارك الله، راه درتو انا في البارح بالليل، ودابا في الصباح غادي نصوروا لكم. شفتوا، شوفوا القوام ديالو، ضروري العسل البنات الا درتوه ضروري يبات باش تعرفوا واش مقاد ليكم، واش مزيان عاد تستعملوه في المعسلات ديالكم.
تبارك الله راه كيجي زوين بزاف. وغنديرو دابا في هاد الزلافه باش تشوفوه معايا مزيان. بسم الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال العسل ديالنا البنات، كما شفتوا معايا راه تبارك الله راه كيجي زوين بزاف. تبعوا غير الطريقه البنات والمقادير اللي درت، كاع اللي ما كيصدق ليها العسل غادي يصدق ليها هذه المره. كما شفتوا راه تبارك الله زوين. وكاين عندي في القناه ديال سكر القالب، ان شاء الله نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. ونتمنى يعجبكم وتقولوا عليا في التعليق ديالكم الزوينين، وتجربوه بعدا اولا وينجح معكم، وتقولوا عليا في التعليق ديالكم الزوينين اللي كيفرحوني. وكنشكركم على المتابعه وعلى لي لايك ديالكم. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله نتمنى يعجبكم. و الى عجبكم ما تنساوش ديروا جيم. اللي مازال ما مشترك عندي في القناه يشترك، واللي مشترك كنقول ليه مرحبا به. ودخلوا عندي البنات الانستغرام، ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. اللي مازال ما دخلت عندي الانستغرام دخل عندي. وكنقول لكم مرحبا بكم، ونقول لكم دار داركم. وبسلامة عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.